وحانو الدولة دا جمهوريه دا سومالين وغو باغينا إن باريتان قطر دير لغو سميو سببتا كنتي بعد ديشالي مانتا ما هم مالنتي قيب سنانت إيوا مالنتي موادين كستا إيو مسؤول كستا أو دل كان لحاج على كليه تبشيدي سألين عسكري قلها وحانو إنا ماذا هو بيسان إبورتك عن لباح كسوغان كبورينينا إنا النبادة غاتان قدوميها روسيا سيادة برواغو دكتور محمد عبدي قبوسي وقيبا كمي دور فديين كلها اللي حرونتا روسيا سيادة كي مقالة هرقيسا أياكا اللي دقال كشاليكا دعي مقالة اللاس عانو يا حرونتا قبل كالصول يو اللي بدقا بيرد كسو عصبونا دي دقمدي عيلفويني قبل كسناك يو اللي بجب هذا بورتك عن لباح وحنا حكومة سومالي لانو قباقي إن يبعيس قطر دير كو سميسو سببتا يكو دعطي دعطي شالي يدقال كمقالة اللاس عانوتك دعي كيسة كالي قدوميا وهذا الكيسة سيوتا أيام شعب كسومالي لانو قباقي نسبب ارتاقان عيدا كقران كا بسم الله الرحمن الرحيم وحا آنو كحو النهاي لبتي كدعدي قبل كسول إيو خساريه سو قاري عيدا كان إيو قودها انقران كسومالي وحانو الله كبر يانا إن إنتي دماتي وون حريستو إنتا داو عانتنا وبوغ ديو وحانو نرشيننا إن دا عدداسي حوجسو قلوبتا إيا مدنمدا عيدا كي شعبي جينبو وحانو الدولة دا جمهورية دا سومالين وغو باغينا إن باريتان قطر دير لغو سميو سببتا كنتي لعددي شلي أنه كحن لبتا علوس الشعبي غير نرير لاسعانود كود عضي وحانو آميسانه إنها ديمر كي هورا دادك قار كي او أركيين كليه تغال سوكيه أو كده شي تبشو وحانو أرورهان كوغن عسانه إن دغال كا حالكاس كسعودا كقوت ديري هاي كان سالبلاري هاي تبشو يهين الدولمات ديبادة لغاقسو أبابولي ولغمي جحابين ايو قارن نمادا ايه چريتانك سومالي لين وحانو كوغن عسان هاي إن مرندا سياسة ديد ايه دباد ديرادي ايه تبشوينك ايه قارن كان ونقليين تباها عدوغا سيدا كليا ee laga guuleysan karaana ay tahay in sida ugu dhaqsaha badan loo soo afjaro maanta ma aha maalintii qaybsanaanta ee waa maalintii muwaadin kasta iyo mas'uul kasta oo dalkan la xajala kaliye tabashadiisa dhinac iskadiga lahaa ciidankeena iyo qarankeena si buuxda ugu garab istaagi lahaa hawlahooda qaran kaso tabagalkiis aynu tacab badan u soo marnay xukuumadana waxaan ugu baaqayna inay xoojiso doorkeeda kaga aadan xaqiiqinta midnimada ummad waxaan nasiib darro ah uga digayna kuwa iska dhigaya inay qaranka la xajalo ka qabaan ee haddana ka shaqeynaya inay isu baahlo galiyaan oo kala dhantaalaan wada jirka iyo xoogga ummadeed iyagoo farta ku fiiqaya qayb gaar ah oo bulshada ka mid ah waxaanu inamada hubaysan ee buurta gacan libaax ku sugan ku boorineynaa inay nabada qaataan qarankoodana u hiliyaan marxaladda adag ee uu maanta ku jiro arinta ceelaf weyn wax kasta oo khilaaf ah ee gudaheen waxaan ku talinaynaa in loo maro dariiqa wada hadalka walaaltinimada iyo Axmed Siciid Arsi wararka laanta afka Soomaaliga CBS TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka
ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121